هذا المبارك سعيد. اليوم عندنا جلابة ديال بمناسبة رمضان، وعندنا جلابة عليها الإقبال كثير. شنو غادي نقول لكم؟ نجرو الأثمنة مناسبة، دايرين من 100 درهم حتى 650 درهم، وما كنبغيش ندير 1000 درهم. علاش؟ حيت كاينين الناس اللي ما كيواصليش الجلابة ديال يعني 1000 درهم، 700 درهم، 800 درهم. دائما كنديروا الأثمنة مناسبة، لأن يعني حنا في واحد الحي يعني شعبي. كاينه السيده اللي ما كتوصلش هاد الجلابه كاع، ما كتقدرش ان توصل الجلابه ديال 500 درهم 650 درهم. يعني حنا دائما كنديروا الاثمنه المناسبه. وكاين الاحياء الراقيه، يعني كاينه الجلابه ديال 1000 درهم 2000 درهم، يعني هادوك الناس يقدروا يشريوها. اما بالنسبه لهنايا في هاد الحي يعني ما كيقدروش الناس يتواصلوا بجلابه تاخذها وغتعيد بها بثمن يعني 650. يعني دائما حنا كنهبطوا، واخا كنسمحوا حنا في شويه في حقنا، معليش. دائما حنا كنبغيو كل شيء بس. السلام عليكم، عواشركم مباركه، كنتمنى من المغاربه كاملين يكونوا بخير والف خير. الحمد لله حنا ترفع علينا هذا الوباء، وهذا رمضان غادي نخدمو في الجلابة كيف ما بغينا، ماشي بحال رمضان اللي فات. اليوم جبنا لكم عدة تصاميم ديال الجلابة اللي هي كتبقى دائما الجلابة كتبقى مغربية، وحنا كنبغيو نخدمو فيها. هاد الموديلات كنخدموهم دائما، وفي كل فترة بين فترة وفترة كنخرجوا موديل ديالنا اللي هو كيكون جديد، بحال هاد الجلابة اللي لابسة انا، وبحال هاد الموديلات اللي دوزنا انا والماما، انا والام ديالي. دونك الجلابة كتكون سامبل، كنزيدوا عليها تفاصيل بالنسبة للديزاينات ديالها وبالنسبة حتى الخدمة ديالها. ثاني حاجة، عندنا جلابة كتقسم ثلاث انواع. كاينين الناس اللي ما كيقدروش يوصلوا للجلابة ديال 500 و 600 درهم، كنديروا لهم تقريبا كتشبه ليها باش يلبسوها حتى هما، وهي ثمن ناقص. كتختلف الثوب وكتختلف غير في الكاليتي ديال الخدمة، اما التصميم كيكون نفسه باش حتى هما ما يحسوش بالفرق، وما يحسوش انهم ما غاديش يقدروا يوصلوا لديك الجلابة. قربنا لهم المسافة، ودرنا لهم أثمنة مناسبة، نقصنا شوية في الكاليتي، ودرنا لهم ثمن مناسب اللي هي كتبدا من 100 درهم. بعد المرات كنديروا جلابه ديال 80 درهم باش نوصلوها للناس، وباش تقدر اي مراه مغربيه تلبس الجلابه ديالنا اللي هي جلاب زين. ولما اسم ديال الجلابه كاسم ديال اي مراه مغربيه تكون حره. والحمد لله هاد الجلابه اللي هي حنايا كنطوروا منها، ولاو ديزاينات جداد، ولاو موديلات جداد، ولاو حتى الخدمه ديالها ولات تطور كبير، لانه جلابة دغيا كتطور في الموديل ديالها. بعد مرات كنديروا موديلات سامبل كيلقى اقبال كبير، وبعد مرات كنديروا جلابة بالعقيق حتى هي كتلقى اقبال كبير. بالنسبه لجلابه العقيق كتلبس في المناسبات، في الاعياد، كتطلب غير في هاد الفترات اللي كتكون قليله. اما الجلابه السامبل دائما كتكون خدامه، ودائما كتكون مطلوبه، لانه اي مراه غتبغي تخرج مثلا للسوق غتبغي تقدا كتطلب لنا سامبل. البيع ديال الجلابه اللي بالعقيق اللي هي كتكون ثقيله شويه، دونك هذيك هي الثمن ديالها اللي كيكون كيوصل حتى 750 درهم. حنا هذا الثمن كنديروه غير للناس اللي الطبقه الثالثه. اما بالنسبه للجلال بالاخرين حنا وموقفينهم حاليا، كنخدموا غير مع الطبقه الاولى والثانيه اللي هي كتبدا من 100 200 300 400 وحنا طالعين الفوق. وكنتمنى من الناس كاملين يلبسوا الجلابه، دونك هذا هو الهدف ديالنا حنا، هو كلشي يلبس. حتى في القناه ديالي الهدف ديالنا كلشي يلبس. دونك بالنسبه للطبقات اللي حنا كنهتموا بها اكثر واكثر، هي الطبقه الاولى اللي هي ما تقدرش توصل للجلابه، هذيك هي اللي كنخدموا عليها اكثر، وكنزيدوا لهم ديزاينات اكثر باش يفرحوا حتى هما بديك الجلابه. وشكرا للناس اللي جاوا شرفونا اليوم، عواشركم مباركه. شكرا للناس اللي شرفونا اليوم، انا فرحانه بزاف بالحضور ديالكم. شكرا لكم لاهتمامكم بالناس اللي كيهمها انها تلبس الجلابه واخا تكون الثمن ديالها ناقص. شكرا لكم كاملين، نشكركم، وعواشركم مباركه المغاربه كاملين. مع السلامه.